ممكن تشوفو ابارتو ماشي حاجة اللي عصرية، ديما الجديد ان شاء الله، فينيسيون تقونا، كتشوفو الطروش رخام. هنا كاين المزعد اير بلس 4، موقع جد ممتاز، ديما الجديد. الدخلة ديال لابارتومون كنبغي نشكر جميع المتتبعين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، الجالية المغربية، شكرا لكم بزاف. جميع المغاربة فين ما كانوا، كنتمنى من الناس يتفاعلوا مع القناة ويشاركوا ويبارطاجيو ويضغطوا على الجرس. بزاف ديال الناس يشوفوا القناة ولكن كينساو جيم وكينساو الاشتراك، وحنا كنقدموا لكم واحد المحتوى اللي كتستافدوا منه. كما كتشوفوا هنا كاين صالون ابارتمون اللي مشمشه والاصلاح تقوم كما كتشوف، ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي مستفيوي. راه كلشي باين الحمد لله، انا راه متنبقاش نهضر هذيك الهضره ديال هادي هاوته هادي كدا، باش كل شيء باين. حاجة اللي تكون مليحة راه تكون باينة، ما هذيك الهضرة ديال هادي هاوتا هادي كدا، هاديك الشي راه هضرة ديال الزنق. كما كتشوفو هنا الصالون كاغا سيسيليا ولا الياقوت على حسب السمية ديال كل شركة. الموقع راه جد ممتاز، أهم حاجة هو الموقع، موقع باش الانسان اللي عطا فلوسو واحد النهار الا بغى يبيع يصيب الشاري. والاصلاح يكون تقوم، واللي باغي اي حاجه الف مرحبا. الحمد لله حنا راه شرينا لواحد العدد تاع الناس، تنشرو لهم حاجه اللي مزيانه بحال بغينا راسنا الحمد لله. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتصلوا تيبغيو يتأكدوا واش منير مستفيوي، شكرا لكم بزاف على الاتصال ديالكم. المساحة تقريبا شي 108، التمر تيختلف على حسب ليطاج، تقريبا تمن شي 70 مليون قابلة للتفاوض، تختلف الثمن كما قلت لكم على حساب ليطاج. هنا كاين شومبر، كما تشوفوا الكوليس، ام دي اف، حاجه اللي مزيانه، البيبان تاعو معروض تشوفوا. هنا كاين شومبر اخر تاعو ماريو، راجل إلكتريك،
تيميل جديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي مسفيوي. وكنشكر جميع المتتبعين الكرام، شكرا لكم بزاف. تحيه للصانع المغربي، الناس اللي كتعب باش حنا كنشوفوا الصوره ديال هاد الشقاقات. الله يعطيهم الصحه. كما كتشوفوا كل شومبر ميريو ام دي اف. الانسان ما يشري حتى يعرف فين، ويحاول ما يبقاش يزرب عليه بنادم، يبقى يقول ليه غير دي ولا خاصو يسول ويتشاور ويعرف شنو كيدير. حقاش الانسان تيكون تعب على واحد الفلوس خاصو يعرف فلوسه فين غادي يحطهم. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتصلوا تيبغيو يتاكدوا واش مونير مسفيوي. شكرا لكم بزاف. الحمد لله حنا راه اللي جابوا يشري راه في ايادي امينه، ويسول ويعرف شنو كاين. كنتمنى ديما ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. كما كتشوفوا لا كويزين ايكيبي ام دي اف، شي حاجه مزيانه. كنتمنى من الناس يتفاعلوا مع القناة ويبارطاجيو ويضغطوا على الجرس ويشاركوا فضلا منكم. نقدموا لكم واحد المحتوى اللي كيستافدوا منه الناس، واللي كنقرب منكم هاد العقارات بلا ما يبقى الانسان يقلب باش يصيب. حنا راه تنشوت حنا في الشمس، تنبقاو نطلعوا في الدروج. بعض الخطرات الانسان يقدر يزلق في شي دروج تيتوتا. راه شحال من خطرة طحت في الدروج، ولكن الحمد لله تتخرج سالمة. شكرا لكم بزاف، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد على قناتكم ايموبيلي مسفيوي.